إحياء للذكرى 55 لانطلاق الثورة الفلسطينية وحركة فتح، خرج الآلاف من الفلسطينيين للمشاركة في مهرجان الانطلاقة تحت شعار القدس عاصمتنا ودرة التاج، تأكيدا منهم على أن القدس ستبقى عاصمتهم الأبدية والسير على نهج القادة الذين أشعلوا نيران الثورة. هذه أعداد متوقعة لهذا الشعب برغم الحصار، برغم الأزمة المالية، برغم كل التضحيات اللي قدمها هذا الشعب، يخرج وفاء للشهداء، يخرج وفاء لثورته، يخرج وفاء لقيادته، يخرج وفاء لهذا الصوت، صوت الشهيد ياسر عرفات، ليجدد العهد والقسم مع هذا المشروع ومع هذه الحركة العظيمة. رسائل عديدة وثورية أطلقتها حركة فتح في هذه المناسبة تدعو فيها إلى الوحدة الوطنية والتمسك بالثوابت الفلسطينية والتصدي لجميع القرارات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. لا يمكن هذا الشعب، هذا الذي ستشاهدون اليوم، أن يقبل لا بصفقة القانون ولا يقبل بكل المشاريع التصفوية التي تريد أن تهزم الشعب الفلسطيني وتكسر من إرادته. هذا الشعب هو شعب صابر صامت قوي، لا يمكن أن ينهزم، لأنه تقوده قيادة حكيمة تدرك تماما أن هذه المرحلة تحتاج إلى المقاومة الشعبية كسبيل مرحلة من أجل التصدي في ظل هذه التغيرات الدولية والإقليمية. هتافات وأغاني ثورية رددها الفلسطينيون في جميع شوارع مدينة غزة الرئيسية والفرعية، رافعين الأعلام الفلسطينية ورايات حركة فتح، مؤكدين على تمسكهم بأرضهم ووطنهم الذي سلب منهم قبل أكثر من 70 عاما. اليوم يوم تاريخي في الشعب الفلسطيني، يوم انطلاق الثورة الفلسطينية المارد الفتحاوي الذي أثبت للعالم رغم مرور 55 سنة إلا أن هذه الحركة ما زالت باقية على أرض هذا الوطن، هدفها ورسالتها تحرير أرض محتلة من احتلال، من أقدم احتلال في التاريخ، وهذه رسالة للعالم أجمع أن ينظر إلى هذا الشعب الفلسطيني المكلوم. وانطلقت الثورة الفلسطينية عندما فجر فدائيون نفق عيلبون في أول عملية عسكرية لحركة فتح في الأول من يناير عام 1965 داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. 55 عاما مضت على انطلاق الثورة الفلسطينية، قدم خلالها الفلسطينيون تضحيات جثام، ورغم ذلك خرجوا اليوم بالآلاف تأكيدا منهم على مواصلة النضال والكفاح حتى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. عامر الفرا، قناة اليوم، قطاع غزة.